أودع هذا الشهر الكريم، ونحن دائما نقول فلا أوحش الله منك يا شهر الصيام، دائما هذا هو ديدن الشعب المصري. مولانا، كيف نجعل من رمضان منهج حياة؟ كيف نظل في مقام المحبين وهذا المقام يستوجب الإطالة طوال السنة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل سنة وحضرتك طيب، والسادة المشاهدين جميعا بخير. نحن على عتبات عيد الفطر المبارك، كل سنة وحضرتك عاده الله على الأمة المصرية والإسلامية وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات. الإنسان تملي السؤال ده نسأله، إمتى نسحب الحالة الروحانية اللي احنا فيها في رمضان أو في غير رمضان إلى ما بعد رمضان؟ صحيح. الحالة دي بتتسحب في حالة واحدة، أو الأمر بتسحب في حالة واحدة، وهو أنا عاوز الناس تحرص إن هي ما تحرص على الطاعة بقدر إن هي تحرص على التلذذ بالطاعة. أيوة، إحنا مش عاوزين الإيمان، عاوزين حلاوة الإيمان. الله، لو الإنسان بيحرص فقط على الإيمان، إيه اللي هيخليه عاوز يدور على الإيمان ده؟ أنت بتبحث عن الحاجة اللي بتحبها، اللي بتخليك إن أنت في روحانية عالية، اللي بتخليك قريب من ربنا، اللي بتخليك في حالة شفافية إنجاز التعبير. لو الإنسان حس بشهر رمضان بمعنى هو تلذذ بالصيام أو تلذذ بالصيام فيه، هينبسط. يجي يفوت رمضان هتلاقيه ان هو زعلان. ليه؟ حالة اللذة فين؟ بس احنا بنقول حالة اللذة دي موجودة، لان التلذذ مش بالطاعة، ده التلذذ بمناجاة صاحب الطاعة وهو الله عز وجل. الله، يبقى انت عندما تتلذذ في مناجاته وفي طاعته، يبقى شوف الهاء دي الضمير عايدة رب العالمين، يبقى انت بتتلذذ ليس بشيء مفقود أو منتهي كشهر رمضان أبدا، وإنما بأمر أو بشيء دائم باق وهو الله عز وجل. فعاوزين في الليلة اللي جاية، الليلتين اللي جايين، الأكثر أو أقل، عاوزين نحرص بقى إن نحس بلذة الطاعة، طاعة الله عز وجل. عاوز تحس بقربه، لو أنت حسيت بقربه مش هتقدر تبعد عنه، لأن لو أنت كنت في ساحتي أو في رحاب أنسه وبساط قدسيته، تيجي تخرج هتزعل. طبعا. احنا في الحالة كده، فتيجي تقول لا ده انا قريب منه، هل بعد العيد ابعد عنه؟ لا، لو انك احببته مهما ابتعدت عنه رجعت اليه. يبقى احنا حتتين، حاول ان انت تحب الطاعة عشان تشعر فيها باللذة، فاذا شعرت فيها باللذة يبقى خلاص لن يكون امامك او قبلتك الا الله عز وجل. بهذا المعنى يستمر معنى الطاعة أو معنى رمضان في نفوسنا. رمضان هو روحانيات، رمضان مزيد طاعات، فكلما ازددت طاعة بعد رمضان كنت قريبا من الرحمن. فاحرص على ما فعلته من ثقة أو من جسر بينك وبين الله، إياك أن هذا الجسر يتقاصر أو يضعف أو شيء من هذا، ولكن عليك بصلة هذا الجسر دوما مع الله رب العالمين. مولانا